أنا هويدا حامد، فنانة حرفية، أشتغل بالسيراميك البارد والحار وبالطين. حرفتي تعلمتها من والدي، والدي فنان حرفي. فمن كنت صغيرة كنت أتذكر أنا 4-5 سنين أنا أوقف على مكينة النجارة ومكينة التورنة، فتعلمنا هواي أشياء من عنده. دائماً أنا أشجع بأنه الإنسان يستخدم إعادة تدوير، هم ننظف البيئة من أصدقاء البيئة، هم ننظف البيئة وهم نسوي شيء يفيدنا، يعني شيء يفيد المجتمع، شيء جمالية حلوة ينطي رونق للحياة. فأستخدم البلول المكسر، أستخدم فضلات الخشب، أستخدم بالسيراميك البارد النشا والغرة. فترة داعش كنت أشتغل بغرفة صغيرة، كانت عندنا غرفة صغيرة بالبيت ركن من عندها، كانت تشتغل بلول، فسويت من مخلفات الجام. يعني إحنا فترة داعش مستمر قصفها كانت تسليتي هاي الوحيدة، لأنه كان عندي أمل يصير معرض وشارك وتمام. سويت النبيونس، سويت الحدباء، سويت الكنيسة، سويت مجسمات كبار يعني، فسويتهم كملتهم، بس كنت أسويهم بمرارة لأن حرقة قلبي اللي راح من عندنا النبيونس يعني ما قليلة، الحدباء ما قليلة، كنيسة الساعة ترمز للمسيحيين إخواننا كانت رمز حلو، بس سويت مجسمات ثلاثة والحمد لله صار مهرجان سلام وشاركت بهم غصبا على الكلمة، هدوا الكبار بس ما قدروا يهدون حاجتي اللي سويتها أنا طلعتها للعالم والعالم الناس شافوها، حتى البغداد راحت لأنه قدرت أسوي مجسم صغير من شراء حرامات. راديو الغد، وطن يمتد.